يوم سعيد ويوم جديد بنبدأه معاكم بالترند اللي كان امبارح على السوشيال ميديا طول الليل بتتكلموا فيه وبتتناقشوا فيه بينكم وبين بعضكم. فكرة يعني طبعا اعتزال النجم الزعيم عادل إمام وإعلان رامي إمام في حفل جوي أوردز لطبعا اعتزال الفنان العظيم عادل إمام. لكن الجميل في الموضوع زي ما قال أحمد في بداية الحلقة ان احنا طمننا على صحته وان اعتزاله لتفرغه لحياته الاسريه وانه يستمتع بقى باولاده واحفاده ويقدر يقضي معاهم وقت اطول، خاصه ان الفنان عادل امام بدا مشواره الفني من سنوات طويله كان باستمرار بيسعدنا باعماله. ما فيش بلد في اي حته في المنطقه العربيه تزورها من غير ما يعني يسالوك عن عادل امام، وفي مثلا في المغرب الناس تدخل المحلات تلاقي صورة عادل إمام متعلقة وموجودة والناس بتحب عادل إمام بشكل يعني في كده علاقة تحسها كأنه من عيلتك أو من أسرتك، في حاجة حميمية كده ما بينك وما بين عادل إمام تخليك أول ما تشوف صورته على الشاشة تتبسط وذكريات طبعا. مرة هو زمان أيام مسرحية الواد سيد الشغال كان بيعرضها في اسكندرية وقال لك اللي هيخبط على الباب عندي وهيجي يقف قدام الباب وأنا بنفسي اللي افتح له وما يضحكش هديله تيكت لعيلته كلها مجانا. طبعا مفيش حد كان بيقف عند الباب بيقف عند الباب واول ما يشوف عادل امام ما يبتسمش وما يسعدش وما يبقاش يومه كده كله بهجه وسرور. كمان طبعا يعني تم الاعلان امبارح في الحفله ان في جايزه للفنان عادل امام لمره واحده بس، يعني تم الاعلان عنها امبارح ومش تاخد تاني اعتقد يعني، وهنتاكد طبعا من ضيفنا اللي معانا على التليفون. اما الترند التاني اللي الحقيقه كان بنفس المستوى، ويمكن لأن وإحنا بنتكلم عن الفن المصري إحنا بنتكلم عن رصيد كبير جدا من نجوم وفنانين قدروا إن هم يحطوا بصمة قوية في مجالاتهم. الفنانة نجاة صغيرة واحدة من الأصوات المميزة جدا اللي كلنا بنسعد بيها وبنحبها، وكلنا امبارح فوجئنا بتكريمها وظهورها وغنائها عيون القلب واستقبال الجمهور ليها بتصفيق حاد وحار واسترجاع للذكريات، والواحد وهو قاعد يتفرج كده افتكر مثلا الشموع السوداء والكلام عن يعني والأغاني الحلوة اللي فيه. وطبعا اللي أكتر مني بقى ممكن يتكلم ويعبر أكتر الأستاذ محمد عبد الرحمن الناقد الفني. صباح الخير، يوم حضرتك سعيد. صباح الخير يا علا، صباح الخير يا أحمد، أهلا بك يا أستاذ محمد. يعني في البداية إحنا معانا نجمين الحقيقة من النجوم اللي ليهم رصيد عند الجمهور في الوطن العربي بشكل كبير، إلى جانب إن امبارح كانت مفاجأة من العيار التقيل الحقيقة، ظهور الفنانة نجاة وكمان اعتزال الرسمي للزعيم عادل إمام. تلقيت الخبرين إزاي؟ طيب خلينا بس نفصل بين حاجتين. أولا الحفلة نفسها يعني بشكل أساسي معظم الترندات أو الجدل اللي طلع حواليها كان وجود الفنانين المصريين، سواء الفنانين الكبار زي عادل إمام أو نجاة، وهضيف ليهم عمرو دياب لأن هو اللي ختم الحفلة، أو الفنانين الشباب أو من الأجيال المختلفة اللي خدوا جوائز أو قدموا جوائز. فالحمد لله كالعادة أداء الفن المصري بيبقى مشرف في أي احتفالية عربية. لو هنتكلم على الأخبار يعني أبدأ بنجاة عشان عادل إمام بس في كلام أكتر شوية. أكيد. بالنسبة لنجاة للأمانة إحنا لحد يعني لما ظهرت على المسرح ما كناش مصدقين. كان يعني حتى كان على السوشيال ميديا الناس قالت احنا متصورين ان هيتم التكريم من خلال فيديو من خلال صور او كده، او ان هي حتى اشاعه او ان هي كلمه مسجله او شيء من هذا القبيل. وبعدين طبعا ظهرت، هي ما غنتش طبعا لايف، لكن ظهرت وغنت جزء من اغنيتها الشهيره يعني عيون القلب طبعا. ورغم يعني التقدم في السن طبعا اللي باين عليها، لكن كان في حاله من حالات البهجه والسعاده حتى على الفنانين الاجانب. يعني انا ما اعرفش كان في اجانب عارفينها شخصيا ولا لا، بس بعتقد انه اتنقلت ليهم الترحيب الكبير اللي حصل في قاعه المسرح. والموسيقى لغه الشعوب يعني ما لهاش علاقه يعني. وبعدين هو برضو الفنان بيحس برد فعل اللي حواليه، يعني بيبقى في فرق ما بين انا بسقف لاي حد طالع ياخد جايزه وان انا لا انا بنبهر
بانه في شخص مختلف موجود، ورغم يعني الغياب الطويل لكن نجات امبارح محتفظة بقدرتها على جذب الجمهور وعلى ان الاضواء كلها تروح حواليها، وان هي رغم كل الموجودين على المسرح كان ليها جاذبية خاصة يعني. لا والكاريزما يا فندم، الكاريزما يا استاذ محمد كانت موجودة وحاضرة، ودي مش هتحتاج لغات ولا جنسيات، هيحسوها لوحدهم. بالتأكيد بالتأكيد. وبعدين هم برضو اختاروا واحدة من اغانيها يعني الايقونية اللي هي تدخل القلب على طول يعني. طيب لو رحنا للزعيم عادل إمام، والحديث كان باستمرار عن حالته الصحية إنها مش جيدة، وإنه يعني غير قادر على العمل الفني، وأكتر من مرة رامي ومحمد أعلنوا إنه حالته الصحية جيدة، القرار بالاعتزال في الوقت ده حضرتك شايفه من نجم كبير زي عادل إمام أمتعنا سنين طويلة وكنا منتظرين إمتاع أكتر كمان منه؟ طيب خليني عشان قلت ان انا عندي كذا حاجه يعني في الموضوع ده، خلينا نتكلم بس نقطه نقطه. اولا هو في فرق بين كلمه الاعتزال يعني طبعا عشان استخدمت كتير جدا في مجال العمل الفني خصوصا من بعض الفنانات يعني، ففي فرق ما بين ان انا بعتزل علشان مش عايز ابقى ممثل، وطبعا ده مش حاصل مع عادل امام، وبان انا زي عادل امام كده هو بعد فالنتينو اتعرض 2020 يعني ما انا عارفه ان هو ما لقاش اعمال اكتر او ما بقاش عنده الشغف ان هو يقدم حاجه جديده. وصحيا في فرق ما بين ان انا اكون صحتي كويسه وان انا اكون صحتي كويسه لدرجه ان انا اروح بلاتو وان انا اكون ذهني حاضر واقدر امثل 8 ساعات متتاليه. المعلومات اللي عندنا ان هو الفنان عادل امام يعني ما يقدرش على مجهود التمثيل، يعني ناس كتيره جدا فاكره التمثيل ده هزار يعني او ان احنا بنروح المهزر في اللوكيشن، لا طبعا. فهو كده لكن حالته الصحيه جيده جدا، وقال كلمه امبارح اوجه كلمه امبارح في الحفله. انا تقديري انه رامي وامام كان عايز يعني يحط حد للاشاعات بتاعت حالته الصحيه، وعايز يقول انه هو مش ما بيرجعش عشان هو تعبان، هو ما بيرجعش عشان هو قرر انه ما يرجعش، هو خلاص عايز يقعد مع احفاده ويقعد مع اولاده، فده معنى الكلام اكتر. علما بان عصام امام شقيق عادل امام طلع تصريح صحفي امبارح لجريده الوطن وقال انه ما اعتزلش، يعني قال انكم ما اعتزلش. ف يعني في نوع من انواع في جدل بسيط عن الموضوع ده، لكن هو في الاخر جدل رجعنا منه الى انه مكانه عادل امام مكانه. يعني احنا دلوقتي نتاكد بقى هو اعتزل ولا ما اعتزلش؟ عادل امام لن يعود للتمثيل مره اخرى. لن يعود للتمثيل، لكن عادل امام صحته جيده. عادل امام يعني عايش حياه عائليه مع اولاده ومع احفاده، بالتالي اسرته بتحاول توجه لنا رساله او بتوجه رساله للسوشيال ميديا بشكل لانه مش كل شويه تطلع اشاعات، مش كل شويه برضه ساعات بعض المواقع. احنا من فتره كده كنا شفنا له برضه على السوشيال ميديا فيديو كان موجود فيه مجموعه من الاصدقاء وكانوا بيحتفلوا معاه، كان صور بعيد بلاده وكل حاجه. فهو للاسف طبعا مكان عادل امام بتخلي الاشاعات تطلع عليه اكتر. برضه كان في مشروع فيلم قديم بينه وبين محمد، فكل شويه الاخبار ترجع تتكرر عليه رغم ان محمد امام ما بيتكلمش عنه. فده بيعمل نوع من الازعاج يعني للاسره وكميه تليفونات وكميه. هو دائما ابدا النجم المحبوب والزعيم عادل امام الحقيقه كانت الاشاعات بتلاحقه من باستمرار يعني، وكان احيانا بتبقى فيه اشاعات كمان سخيفه ودمها تقيل جدا يعني. عموما يعني احنا اطمنا على عادل امام امبارح، انبسطنا جدا بالمواقف اللي عملوها امبارح محمد امام ورامي امام، ويعني متضايقين ان عادل مش هيرجع يمثل تاني. لكن الهدف بس ان هو انا شايف ان الموضوع مش جديد، هو من بعد فالنتينو احنا بقينا حتى في الصحافه الفنيه عارفين انه ده اخر مسلسل لعادل امام. ولكن نقدر نقول كده ان الموضوع اصبح يعني رسمي في مناسبه وهو في محفل دولي زي ده. كانه اعلان رسمي انه مش كل شويه حد ينزل خبر يقول ده بيستعد لعمل جديد، ده لا ده اعتذر عشان حالته الصحيه، لا هو عادل امام يعني ما اعتذرش عن حاجه او كده، هو قرر انه لن يمثل مره اخرى يعني. حياته الاسريه اصبحت هي رقم واحد في الموضوع. بالتاكيد. احنا بنشكر حضرتك جدا الناقد الفني استاذ محمد عبد الرحمن.